وصلت بعثة لجنة إصلاح مؤسسات الدولة إلى إقليم وادي فيراخ، وذلك ضمن سلسلة زيارات للبعثة والتي شملت كافة الأقاليم. وحول الهدف من الزيارة وأهم النتائج التي توصل إليها البعثة، تحدث نائب رئيس البعثة عن أهمية الزيارة. استطعنا جمعنا جميع بعد مناقشات ومداخلات طويلة في إقليم دارسلة، فجمعنا كل أفكار المشاركين في دارسلة، ثم بعد ذلك اليوم وصلت البعثة إلى وادي فيرة، والحمد لله الآن بتوفيقه تم تداول جميع النقاشات اللي هي بتتمثل في النقاط التسعة، والحمد لله الآن خرجنا بنتيجة إيجابية سليمة بعد متداولات جميع القوى الحية العاملة في إقليم وادي فيرة، التي تتمثل في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشيوخ التقليديين والسلاطين والمندوبين الإقليميين. والحمد لله ثم بعد ذلك إن شاء الله تتوجه هذه البعثة إلى إقليم والداي